السلك الدبلوماسي بالجزائر باشر تحركاته، كما جرت عليه العادة كلما تعلق الأمر بموعد انتخابي حاسم ومصيري كالرئاسية، عبر تنظيم سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمنظمات المؤثرة. البداية كانت بالسفير الأمريكي بالجزائر الذي دشن سلسلة لقاءاته بأحزاب المعارضة، حيث التقى رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله وعددا من إطارات الحزب. اللقاء الذي جمعنا مع السفير الأمريكي كان بالمقر الوطني لجبهة العدالة والتنمية، وبطلب منه السفارة التي هي طلبت أن تلتقي برئيس جبهة العدالة والتنمية. وكان هذا اللقاء، لأننا متعودين على مثل هذه اللقاءات مع كل السلك الدبلوماسي الموجود يعني في الجزائر، ومن ثم من يطلب اللقاء فنحن نستجيب لمثل هذه اللقاءات. الرئاسيات والفتاوى وتحالفات الأحزاب والوضع السياسي والاجتماعي للبلاد والكثير من القضايا وغيرها كانت ضمن اهتمامات السفير الأمريكي التي طرحها على قادة الأحزاب وعلى رأسهم أكبر المعارضين. تناول اللقاء القضايا المتعلقة بما تعيشه البلاد يعني في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تناول كذلك هذا الأمر المتعلق بتحالف الإسلاميين مع بعضهم، مع ما نراه اليوم من فتاوى تصدر من هناك من هنا ومن هناك من بعض الأطراف إلى غير ذلك. الجانب السياسي والموعد السياسي المهم وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرتنا إليها تقييم إلى الانتخابات الماضية سواء المحلية والتشريعية. السفارة الأمريكية كانت أول المتحركين، وحزب العدالة والتنمية أول القابلين، وطريق الألف ميل نحو جس نبض الساحة السياسية قد بدأ بخطوة جون ديروشي وجبلة، والبقية تأتي.